على جانب آخر، انطلقت فعاليات واحتفالية الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يقام تحت شعار معا لنعمل الآن. الاحتفالية جاءت بمشاركة أكثر من 500 من المتطوعين في أنشطة وبرامج الهلال الأحمر المصري بجميع فروع الجمهورية. مع نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من كل عام يتجدد الاحتفال باليوم العالمي للتطوع. احتفال هذا العام بالمتطوع المصري جاء من داخل دار الأوبرا المصرية، نظمه الهلال الأحمر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل التطوعي. عندنا 30,000 متطوع بيشتغلوا في مجالات كتيرة، مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، عندنا في مجال الصحة، عندنا في مجال التوعية الصحية. احنا بنحتفل كل سنة بنكرم المتطوعين اللي قاموا بمجهود كبير واللي اشتغلوا الفترة اللي فاتت ديت، بنشجع روح التطوع، بنعمل دمج أكتر ليهم، بيحضر معنا كافة شركاء العمل سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يوم مهم جدا وجميل، بنوصل رسالة هي رسالة شكر، وبرضه بنحس المتطوعين على أنهم يكملوا المسيرة الإنسانية بتاعته. الاحتفال تضمن تكريم عدد كبير من المتطوعين الشباب الأكثر نشاطا وتميزا على مستوى فروع الهلال الأحمر، والذين بدورهم عبروا عن سعادتهم بالعمل التطوعي وأثره على شخصياتهم. بقينا ننزل أكتر، نتعامل مع الناس في الشارع، في حملات التوعية اللي بقينا ناخدها، الإسعافات الأولية اللي بقينا نقدمها، بقينا مؤخرا ننزل في المدارس برضو ندي إسعافات أولية توعية للأطفال عن الفيروسات اللي ابتدت تظهر في الشتاء. بنقوم بكذا حملات توعية في الشارع وللناس برضه، فده كل ده أفاد ليا يعني. بناخد دورات إسعافات أولية، بنشارك في الأنشطة المدرسية تبع تدريب صحة وسلامة، بنعلم الأطفال طبعا التدريب الإسعافات الأولية والحاجات دي، أضاف لي طبعا كتير، غير في شخصيتي كتير، ما كنتش كده الأول طبعا، علمني إزاي أتعامل مع اللي قدامي بعقليات مختلفة، الأطفال غير الكبار غير الناس الكبيرة، أضاف لي كتير بصراحة، وتعلمت حاجات كتير في الهلال. أنا بسعد بأي حاجة بشارك بيها في الهلال، أنا عضو فريق تدخل أثناء الطوارئ، نزلنا حاجات كتير جدا من حملات توعية، وشاركنا في برنامج اسمه صحة وسلامة، وده كمان بينمي مسؤول عن تنمية مهارات الأطفال من سن صغير جدا، فده بيضيف لي إن أنا بلاقي أو بزرع حاجة في طفل صغير. إلى جانب الدور الإنساني والمجتمعي للعمل التطوعي، يأتي جانب آخر تنموي ينعكس على تنفيذ وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة. العمل التطوعي لأنه بيعتمد على الفاعلين المجتمعيين، وبيعتمد على ناس عندها الرغبة في أنها تدي وقتها علشان تصنع الفرق. الحقيقة أنه العمل التطوعي بيكون وسيلة من وسائل جذب طاقة من العاملين اللي بيجوا بغرض واحد بس، هم أنهم يحسنوا من جودة الحياة للناس اللي حواليهم وأولهم مجتمعهم بشكل خاص. من بين الأعمال المختلفة، يبقى للعمل التطوعي طابع خاص، أن تقدم يد المساعدة للغير دون انتظار مقابل سوى رسم البهجة على محيا الآخر. سارة متولي، التلفزيون المصري.